صباح الخير، انا اسمي الدكتور سيد محمد الابار عبد المقصود، استشاري النساء والتوليد، زميل الكليه الملكيه بلندن. يسعدني اتكلم على خطا شائع بيحصل بيننا وبين العيانين بتوعنا اللي في مصر الحوامل، ان اول ما يحصل ان الست الفاضله تبقى حامل تبطل تماما اي اكسرسايز، وحتى بعضهن بيصلي على كرسي. انا مش فاهم ليه بيحصل كده. الحمل ده هي حاجه وظيفيه، وفي كل العالم كله في حاجة اسمها ايروبيك كلاسز، يعني وهي حامل بتنزل بسين، بتمشي في التراك، بتعمل اكسرسايز، بحيث الوزن بقاش اوفر وبتزيد في الوزن ويجيب لها اكتئاب. فأنا بتمنى من الله ان كل الحوامل عندنا اول ما يحصل حمل معاهم يستشيروا طبيب النساء والتوليد في نزول للبسين، في عمل اكسرسايز. تاني حاجة مهمة جدا التغذية. بعض الامهات تقول لبناتهم او ما يحصل لهم حمل كل ده انت حامل فكل ليكي ولابنك، فده خطا شائع. ايضا اتمنى التغذيه تكون يعني مليئه بالبروتينات واللحوم والاسماك والفواكه والخضروات واللبن والجبنه والزبادي والبيض، ونقلل تماما من النشويات والحلويات والشيبسي والبيبسي والشوكولاته، لان احنا عايزين الام الحامل يجي لها حاجات مغذية ولا تساعد على زيادة الوزن المفرطة اللي هي سبب أكيد من وجود اكتئاب لبعض البنات بعد الحمل. شكراً.